ينضم إلينا من بيروت صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. أهلا بك أستاذ صلاح. هل نحن أمام نذير حرب واسعة بين حزب الله وإسرائيل في ظل هذه الاستعدادات الإسرائيلية من خلال إنشاء أو تدعيم الملاجئ، نشر قوات إضافية، اجتماعات أمنية وعسكرية إسرائيلية لدراسة الموقف مع الحدود اللبنانية وشن عملية محتملة ضد حزب الله؟ بالواقع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، هناك محاولة إسرائيلية لاستدراج لبنان إلى أيضا حرب مفتوحة على الحدود الجنوبية، ولكن حتى الآن حزب الله يتقيد بقواعد الاشتباك في المناوشات اليومية التي تحصل مع الجانب الإسرائيلي. يركز ضرباته على الأهداف العسكرية بمعظمها، ثم يرد على بعض الضربات على المدنيين والقرى اللبنانية باستهداف بعض المستوطنات المجاورة للحدود اللبنانية. هذا الواقع، يعني لبنان حكومة وشعبا وحزب الله وكل القوى السياسية اللبنانية لا ترغب في الدخول في حرب بالتوقيت الإسرائيلي حاليا، لأن كما نعلم يعني الفريق نتنياهو المتطرف في السلطة يحاول أن يفتح جبهة الشمال منذ الأسابيع الأولى لاندلاع حرب في غزة، ولكن الضغوط الأمريكية والأوروبية كانت تمارس على تل أبيب بشكل كثير قوي لمنع توسع الحرب باتجاه لبنان حتى لا تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة وتهدد الأمن والسلام في كل المنطقة. وبالتالي المحاولة الإسرائيلية الجديدة اليوم بالتصعيد هي نوع من أيضا مناورة جديدة لاستدراج لبنان إلى مثل هذه الحرب المفتوحة، ولكن أنا أعتقد أن الجانب اللبناني يعني على وعي تام أنه لا يفوت الفرصة على الجانب الإسرائيلي، لأن الحرب حاليا ستكون حرب دمار متبادل على الجهتين. هذه المرة هذه التهديدات الإسرائيلية الجوفاء بأن بيروت ستصبح مثل غزة لا قيمة لها مقابل الرد الذي سيقوم اللبناني بالمقابل، والذي سيكون مدمرا أيضا لما البنى التحتية في الجانب الإسرائيلي وخاصة في مطار تل أبيب والميناء حيفا وبعض الأهداف الاستراتيجية يعني في الدولة الصهيونية، وبالتالي يعني لن تكون نزهة هذه المرة الحرب أو العدوان الإسرائيلي على لبنان. لذلك أنا أعتقد أن القيادة العسكرية كما متابع في الإعلام الإسرائيلي تعارض شن أي دخول أي حرب مع لبنان، ولكن تحافظ على قواعد الاشتباك الحالية، في حين أن الفريق السياسي حول نتنياهو بن غفير وسموريتش والأحزاب اليمينية المتطرفة يريدون أن يفتحوا هذه الجبهة لتغطية الإخفاقات الكبيرة لحربهم على غزة بعد 5 أشهر، وبدأت الحرب دخلت شهرها السادس ولم تحقق أهدافها، وهذه لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني يخوض حربا طويلة ودون أن يستطيع أن يحقق أي من أهدافها. أنا أعتقد أن الوضع على جانب كبير من الخطورة، ولكن يجب أن نترقب الساعات القليلة المقبلة حتى نرى كيف ستصير الأمور في حال أصر الجانب الإسرائيلي على الفتح هذه الجبهة مع لبنان على بصيغة حرب مفتوحة. نعم، هل هناك علاقة ارتباط ما بين استمرار الحرب أو توقف الحرب في قطاع غزة وبين هذه التوترات والإطلاق المتبادل؟ حزب الله على منذ المهنة الأولى في غزة أنه يتقيد بكل هدنة غزة، وبالتالي يعني انتهاء الحرب أو وقف إطلاق النار في غزة حزب الله سيتقيد به في جنوب اللبناني، ولكننا نسمع أصواتا في تل أبيب بأن الهدنة لن تطبق على الوضع اللبناني، هي فقط معنية بغزة، وسيبقى الوضع اللبناني على الحدود مع لبنان
مفتوحة للعمليات العسكرية. هذا أيضا جزء من المحاولة الإسرائيلية لاستدراج لبنان لمثل هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات، ولبنان الذي يحاول أن يتجنب الدخول بهذه الحرب بهذه الفترة الإسرائيلية التي تحاول أن يعني توسع نطاق حرب غزة لاستدراج مزيد من التأييد الأمريكي والغربي والحكومة الحالية. إذا ما تفجر الوضع أستاذ صلاح على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هل نحن أمام تكرار لسيناريو 2006 أم أن الوضع كما تقول بأنه ربما سيصل إلى ما هو أبعد وأوسع من ذلك بكثير، خاصة وأن حزب الله يتحدث أنه لم يستخدم مخزونه من الأسلحة بعد؟ بالواقع الواقع العسكري حاليا يختلف جدا عن ما كان عليه عام 2006 في حرب تموز 2006. يعني في حرب تموز 2006 لم يكن لدى حزب الله الأسلحة المضادة للطيران، لم يكن لديه مسيرات الانقضاضية والاستراتيجية، ولم يكن لديه أيضا صواريخ دقيقة التصويب وتوجه بالرادار وتصيب أهدافها بدقة يعني. وبالتالي الكلام حاليا عن تهديم بيروت أو على خسائر فادحة في الجانب اللبناني لن يكون كلاما دقيقا من الجانب الإسرائيلي، وكلام شعبوي أكثر مما هو كلام يعبر عن أمر الواقع. أنا كما قلت ستكون حرب دمار على الطرفين، وهذا ما وصفته إسرائيل بأنها ستكون حرب شاملة. أستاذ صلاح، يعني ماذا كانت تعني إسرائيل بأن تكون هذه الحرب حرب شاملة؟ هل هي قادرة على فتح جبهات مع حزب الله؟ لأنه ربما هناك علاقة طردية، إذا ما فتحت جبهة حزب الله فهناك المقاومة الإسلامية في العراق، هناك أيضا مقاومة في سوريا، هل هذه الجبهات المدعومة من إيران ستفتح مرة واحدة؟ لأن ربما في قطاع غزة كانت تعول حركة حماس كما تقول بعض الوثائق أو بعض التصريحات من مسؤولي حماس أنهم كانوا يرغبون في أن يكون هناك دعم أكبر من قبل حزب الله في هذه الحرب، لكن ما إذا شنت إسرائيل حربا على حزب الله ستفتح بقية الجبهات على مصراعيها بشكل أكثر ضراوة؟ أصبح معروفا أن ثمة تفاهم أمريكي إيراني على إبقاء الحرب في إطار غزة وإبقاء الجبهات الأخرى بإطار المساندة الخفيفة، وبالتالي ما شاهدناه في تحييد الحشد الشعبي في العراق، في إبقاء حزب الله في إطار قواعد الاشتباك الحالية، سقوط الجبهة في سوريا، حتى تحرك الحوثيين في البحر الأحمر بقي محدودا، هذا بقي هذا تحت السيطرة سيطرة التفاهم الأمريكي الإيراني. ولكن في حال شن حرب على لبنان هذا التفاهم سيسقط، خاصة وأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعارض فتح هذه الجبهة باتجاه لبنان لإدراكها تماما بتداعياتها على وضع المنطقة من خلال اشتعال هذه الجبهات اللي ما نسميها نحن في لبنان محور الممانعة، وهي الحلفاء حزب الله وإيران في المنطقة. وبالتالي لن تبقى المعركة محصورة في الحدود اللبنانية، وهذا ما كان يقصد به من أن تتحول إلى حرب إقليمية. بقية الجبهات ستشارك بشكل أو بآخر وبشكل أعنف بكثير مما شاهدناه خلال معركة غزة، لأن الأسلحة المتوفرة لدى حزب الله وحرية الحركة وحرية المساحة المناورة العسكرية والتزود بالذخيرة والسلاح أوسع بكثير مما هو متوفر لحركة حماس في غزة المحاصرة من كل الجهات يعني، وفي حين أن خطوط الإمدادات مفتوحة باتجاه لبنان وقواعد حزب الله. الوضع مختلف تماما ما بين قطاع غزة المحاصر وحزب الله في لبنان، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن ولبنان يعاني الكثير من المشكلات أستاذ صلاح في هذه الفترة، ورغم وجود الجيش اللبناني وجود قوات اليونيفيل لكن لم يفلح بشكل كبير في بسط السيطرة، في تهدئة الأمور، في التوصل إلى اتفاق
تهدئة ما بين الأطراف، حتى بعدما دخلت الولايات المتحدة على الخط وأرسلت مبعوثا لها، لم يتلقى لبنان أي ردود حول هذه التهدئة أو السبل للوصول إليها. فكيف يمكن وضع تحركات أخرى للجانب اللبناني في هذا الصدد تحديدا؟ الوسيط الأمريكي أموس أوكشتاين حمل معه مشروع لتهدئة الجبهة على الحدود الجنوبية، ولبنان وافق على الخطوط العريضة لهذا المشروع واشترط التنفيذ بمقابل موافقة الجانب الإسرائيلي. ذهب أوكشتاين إلى تل أبيب واجتمع مع أصحاب الشأن بتل أبيب، ولكنه لم يعد بجواب من الطرف الإسرائيلي، لأن الطرف الإسرائيلي لم يوافق على خطة هوكشتاين. يعني وما زال كما قلت أنا قبل قليل، الفريق اليمين المتطرف في السلطة الإسرائيلية يحاول أن يفتح حربا الجبهة في الجنوب اللبناني، وبالتالي لم يوافق على اقتراحات هوكشتاين بتهدئة الوضع جنوبا. فكان أن ذهب هوكشتاين الى واشنطن ولم يعد الى بيروت كما كان منتظرا، في حين انه ايضا كان احد مساعديه موجود في بيروت بانتظار الاجوبه الاسرائيليه لابلاغ الى الجانب اللبناني، ولكن ايضا عندما فشلت مهمته في تل ابيب ذهب مساعده ايضا الى واشنطن. اذا لبنان لا يتحمل مسؤوليات اي تدهور في الوضع العسكري على الحدود الجنوبيه مع الجانب الاسرائيلي، لان لبنان اقام اولا بمرحله القبول بكل اقتراحات التهدئه، ثانيا لبنان هو البلد المعتدى عليه، اسرائيل ما زالت تحتل بعض اراضيه، وبالامس ايضا تجاوزت قوه اسرائيليه الخط الازرق وأطلقت النار على دورية للجيش وقوات اليونيفيل الدولية. فإذا لبنان يقوم بوضع حماية حدوده وتهدئة حدوده، ولكن الجانب الإسرائيلي مصر على التصعيد بهذا الشكل الذي نراه. أمام هذا التصعيد لابد أن يكون هناك رد، كما حصل اليوم بالنسبة لرشقات الصواريخ الكاتيوشا على بعض المستعمرات الإسرائيلية وخاصة بلوم، لأن الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرة لم تتقيد بقواعد الاشتباك وتبقى ضمن حدود الجنوب الليطاني. وهذه كرة شمال الليطاني. هذه نقطة مهمة أستاذ صلاح، لأنه ربما تحول استهداف إسرائيل لحزب الله وقواعد حزب الله إلى استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي وحتى اليونيفيل. هل برأيك ينذر ذلك إلى أن يكون الموضوع بجميع الأطراف الموجودة على الأراضي اللبنانية، سواء الجيش اللبناني وحزب الله من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى، ما يجعل الجبهة أكثر سخونة ولا يوجد نقاط تفاهم يمكن البناء عليها للوصول إلى تهدئة؟ الجيش اللبناني يمارس أقصى درجات ضبط النفس، يعني ويدرك تماما أن مثل هذه التحرشات ما هي أهدافها، وبالتالي لن يستدرج بمثل هذه السهولة. يعني أيضا قوات اليونيفيل تسجل ما يحصل على الحدود من تعديات على الجيش ومواقع الجيش وعلى مواقع أيضا بعض دوريات اليونيفيل. إذا في هناك شاهد دولي على ما يجري في الجنوب اللبناني وعلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، فقوات اليونيفيل توثق هذه الاعتداءات، ولبنان يستعين بهذا التوثيق في تقديم شكاويه إلى مجلس الأمن الدولي. ولكن هل الفريق اليمين المتطرف في تل أبيب يصر على الذهاب بمغامرة عسكرية جديدة باتجاه لبنان؟ هذه علامة الاستفهام الكبرى. أنا أعتقد أن واشنطن تعارض بشدة مثل هذا التدبير، وهناك تقارير استخباراتية أمريكية بلغت إلى الجانب الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي ليس على مقدرة بفتح جبهتين بدفعة واحدة، خاصة بعد امتداد الحرب على فترة طويلة في غزة. نعم. والاستنزاف والخسائر التي بني فيها الجيش الإسرائيلي طوال هذه الفترة،
وبالتالي القوات البرية الإسرائيلية لن تستطيع، إذا غامرت واقتحمت الأراضي اللبنانية ستكون في وضع النزهة، لأنه ربما الجيش الإسرائيلي سحب الكثير من الألوية من الشمال حتى تشارك في حرب غزة، ربما يستطيع أن تعود مرة أخرى فيحصل كما تقول أستاذ صلاح بأنه عملية صعبة بالنسبة إلى إسرائيل. شكرا جزيلا الأستاذ صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية، شكرا جزيلا لك.